مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. وخلوني ابتدي الحلقه النهارده بمقوله المخرج الكبير الراحل عادل صادق، لما قال ان الزواج مش بس مجرد حب او حاجه بس بتقتصر على كده، بل ان الزواج هو اثنان يعيشان معا، ولكن الحب هو الرغبه في ان اثنان يعيشان معا. كتير قوي بنشوف ان الحب بيكون ليه نهايه، بس السؤال هنا، هل الزواج هو اللي بيكون نهاية كل حب؟ وأول ما يكون في كلمة زواج ساعتها بننهي خلاص كل حب وكل حاجة عشناها في البداية؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بس الأول خليني أرحب بزميلتي الإعلامية الدكتورة أميرة. إزيك يا أميرة؟ إزيك يا روان، عاملة إيه؟ الحمد لله. وأكيد كمان دكتورنا الكبير دكتور شريف الراعي، أخصائي تشخيص وتحليل نفسي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. قولينا بقى الأول يا دكتور، رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟ الجواز بيموت، الجواز بيموت الحب ولا لا؟ طيب، هو بكل اسف يعني الجواز بيموت الحب. ده في السواد الاعظم من المتزوجين عن حب، بتكون نهايه الحب في الاخر بكل اسف انه بينتهي، وده لاسباب كتيره قوي، يعني يصعب حصرها، لكن ممكن نقول منها اجزاء، يعني بعض الاجزاء. زي ايه؟ اولا الجواز، مفهوم الجواز عند الطرفين ده بيبقى فيه خلل. هما نرجع للبدايه خالص، الراجل بيتجوز الست ليه، او الشاب بيدور على الفتاه ليه؟ المفهوم عنده مفهوم مظبوط؟ هو فاهم يعني ايه الزواج ولا مش فاهم؟ كذلك البنت بتدور على فتاه احلامها، هل هي عندها مقاييس مظبوطه ولا المقاييس عندها فيها خلل؟ فده بيؤدي في الآخر بعد الجواز الحب بيموت. طيب، من هنا بقى دكتور أنا حابة قوي أعرف من حضرتك، إيه هي الأسباب من وجهة نظر حضرتك اللي بتؤدي إلى موت الحب بعد الجواز؟ طيب، هو في البداية يعني حاجات تبقى معروفة لكل الناس، بس تمام، بس بنغفل عنها. يعني منها مثلا التعود على الطرفين نفسهم بيتعودوا على بعض، تمام، فمبقاش في نوع من انواع التجديد. التعود والالفه ده بيؤدي في النهايه لنوع من انواع الروتين الزوجي، الروتين اليومي، الروتين الزوجي، بنسميه الروتين الزوجي، اللي هو الحياه خلاص بقت هي هي، بناكل في نفس المكان، بنشرب في نفس المكان، هو هو نفس الشكل، هي هي، مفيش تجديد عندها. لما نرجع لخطوه سنه ورا بيبقى نشوف فتره الخطوبه، كل طرف بيحاول يصدر للطرف الاخر الصورة الجميلة، كل حاجة عنده بالظبط، الطاقة كلها بتبقى موجودة بالظبط، كل حاجة، الشغف كمان بيبقى موجود، مفيش الروتين اللي دايما متعودين ان احنا نشوفه في الجواز. صح، ده كلام مظبوط. بعد الجواز بقى بنلاقي بقى يعني البنت بعد ما كانت بتبقى في ابهى صورة وهي رايحة تقابل خطيبها، بنلاقيها سوري يعني في البيت الزوجة بتبقى مش مهتمية بنفسها بحكم الضغوط والاعباء اللي عليها، او حكم هو خد عليا كده خلاص، ما هو شافني في كل الاوضاع، فمش هتفرق بقى يعني، تقعد تهرش في دماغها تعمل حاجات كده، اللي هي هو الراجل كمان برضو ما بيبقاش برضو بالصوره اللي كان بيصدرها قبل الزواج. لذلك فتره الخطوبه مهما طالت ما بتعرفش الطرفين حقيقه شخصيتهم، الشخصيات نفسها مهما قعدتي معاها ما بتبانش غير من خلال العشره. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه، عشان كده يا دكتور زي ما موضوع حلقتنا بيقول الحب بيموت بعد الجواز، هو هنقول يعني هو كلمة بيموت دي كلمة كبيرة شوية، بس بكل أسف الواقع بيقول لأن احنا شايفين ارتفاع نسبة الطلاق اللي موجودة في المجتمع بتاعنا، شايفين البيوت، حتى البيوت اللي مكملة هي مش مكملة بسعادة، مش مكملة باستقرار، هم بيقولوا خلاص عشان خاطر كذا احنا هنكمل، عشان نكمل بالظبط، ما خلاص، ما عشان خاطر الأولاد أنا مش مبسوطة، بس هعمل إيه؟ ما أنا ما قداميش بديل، ضيعت من عمري كام سنة فهبدأ لسه من جديد. فكل الكلام ده بيبقى يعني نوع من أنواع إن أنا بدي لنفسي مسكنات عشان أكمل حياتي، لكن أنا مش مبسوط. هنا المفهوم اللي احنا كنا عايزين نرسخه للناس، هو الجواز بداية الحياة ولا الجواز هو الهدف وده النهاية؟ الجواز المفروض يكون لما نيجي نصدر للناس فكرة، نقول لهم ان الجواز يا جماعة بداية السعادة. لو احنا داخلين كل طرف حاطط في دماغه ان احنا هنرتبط ببعض عشان خاطر نعيش مبسوطين ونعيش سعادة، الجواز هيستمر.
طب معلش يا دكتور، انا عايزه اسال حضرتك حاجه. اتفضلي. ايه هي المؤشرات اللي يقدر على اساسها الطرفين او البارتنرز اللي هم متجوزين يقرروا استحاله العيش مع بعض او ان هم يكملوا حياتهم الزوجيه، وبيبقى قرار الانفصال هنا حتمي ولازم ياخدوه؟ بصي، هو احنا لو قلنا قرار الانفصال حتمي ده هيبقى على طول نرجع للقيم. يعني لو في حاجه في مفهوم القيم مختلفه اكيد الجواز ده هينتهي. تمام. يعني مثلا احنا بنشوف ناس بتبقى مرتبطه ببعضيها فتره وتنفصل، عندهم مشكله في المشاعر، عندهم مشكله في الاحاسيس، عندهم عدم القدره التعبير كل طرف للطرف الاخر عن مكنون نفسه، فبيحسوا في لحظه من اللحظات ان هم كارهين بعض او مش مستمتعين بالحياه. الحياه بما فيها من ضغوط واعباء بتحمل على الفرد نفسه سواء راجل او ست لود. اللود ده لو هو ما لقاش فيه متنفس هيبقى مرجعه في النهايه ان هو بيضجر من حياته وبيقرر ان هو لا، انا عايز انفصل، انا كنت عايش لوحدي احسن. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه، في جزئيات فاصله بتخلي الحياه تنتهي، كل طرف بيبقى ليه مبررات. يعني مثلا ممكن نسمع عن ست طلبت الطلاق ومصره عليه عشان خاطر زوجها بيكلم واحده، واحدة تانية تقول عشان أصل هو خني عشان خاطر راح قابل واحدة، واحدة تالتة راح يتجوز عليا، واحدة تقول لك لا أنا هطلب الطلاق لأنه ما حققليش المستوى المادي اللي أنا كنت متمنياه، أو اختلفنا في الطباع وأنا عايز أخرج وأتفسح وهو ما عندوش الكلام ده. نقف بقى عند الحتة دي شوية كده. يبقى معنى كده إن من البداية خالص معايير الاختيار بتبقى على حسب وجهة نظر الطرف. يعني مثلا أنا بلاقي ناس أو بلاقي ستات أو بلاقي رجالة بيختاروا البارتنرز بتاعتهم على أساس حاجات، في يعني مش مثلا معايير اجتماعية، مش معايير دينية، مش مثلا ده اللي يراعي ربنا فيه، لا أنا عايزة بالنسبة لي بنك يصرف عليا ويحقق لي معيشة مرفهة، أو يخليني مثلا أسافر أو يخليني أعمل حاجة معينة. فإيه رأي حضرتك في الكلام دوت؟ طب إحنا هنسأل سؤال، هي اللي اختارت وعايزة بنك يصرف عليها، هل هي بتعيش مبسوطة وسعيدة؟ لا طب. طيب بعدين الفلوس دي كمان بيجي لها وقت وخلاص، يعني كل ده بينتهي. انت بتعيش مع شخص، وده بنشوفه كتير جدا، واحدة مثلا تشوف واحد الله ده معاه فلوس وجميل قوي وكل حاجة، تمام. بعدين بيقعدوا مع بعض مثلا كام سنة، سنتين تلاتة، يحصل معاه ظروف، فلوس كلها، يلا مع السلامة، كده بيبقى في انفصال. هو وده يعني بنشوفه كتير قوي يا دكتور. تمام. هو ده حضرتك عامل بالظبط زي ايه؟ زي الريفي اللي نزل القاهره فبهرته اضواء المدينه. هي عايزه حاجه معينه، عايزه تحقيق مستوى مادي. تمام. طب هو جالها المستوى المادي، لقت ان المستوى المادي لوحده مش كفايه، فهي اختارت من البدايه غلط. احنا لما بنقول معايير ومقاييس نختار على اساسها. الحب طبعا ده زي القضاء، يعني زي الموت كده، بيجي بدون ترتيب، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقلب القلوب. لكن احنا لما نيجي نرتبط ونقول هنتجوز ونكمل مع بعض، نبقى فاهمين ان احنا داخلين هنكون بيت، هنكون اسره، انا الشخص ده مش بنك زي ما حضرتك قلتي، وزي ما الاستاذه قالت ان الفلوس هتخلص في لحظه من اللحظات، لا، خلي الفلوس مش هتخلص، هي مش هتبقى مبسوطه. ليه؟ لانها اختارت غلط، اختارت معيار واحد بس. احنا ما بنقولش، ما بنغفلش الجانب المادي في الحياه الزوجيه، لان الظروف الاجتماعيه والظروف الماديه اكيد من ضمن الاسباب اللي بتنجح او بتكون سبب في انجاح العلاقه. النقطه دي يا دكتور مهمه جدا، عايزين برضو نتكلم فيها. هو المستوى الاجتماعي، احنا بنقول ان احنا مش بنبص على الفلوس، ولكن لازم ان احنا نبص على المستوى الاجتماعي، لان ده اللي هيعمل تعايش بعد كده، لان حتى الفكر الثقافي ما بين الزوجين بيبقى قايم كمان على المستوى الاجتماعي. انا لو مستوايا مثلا كويس والطرف اللي معايا برضو مستوى الاجتماعي، مش هقول كويس، متوافق، يعني على حسب، نكون في نفس المستوى ده، بعد كده هيكون قايم عليه حاجات تانية زي الفكر الثقافي نفسه. يبقى معنى كده دكتور، معلش من كلام زميلتي روان، هل اختار الشخص اللي شبهي ولا اختار الشخص اللي مختلف عني؟ هل الاختلاف او التشابه من معايير نجاح العلاقة الزوجية؟ هو لا هقول تشابه ولا هقول اختلاف. بصي، اختلاف، احنا كلنا مختلفين عن بعض، مفيش شخص كوبي بيست من شخص تاني، لكن في اوجه اختلاف محموده.
انا دايما بدور في العلاقه على الطرف اللي يكملني. تمام. انا ناقصني حاجات. احنا البني ادم عموما ربنا خلقه مفيش كمال، الكمال لله وحده، والبني ادم بيلهث في الحياه للايه؟ للسعي للكمال. الكمال ده نوع من انواعه هو الاستقرار الزوجي، اللي هو بيدور على اللي يكمله. انا راجل ممكن اكون شخصيه قياديه، محتاج حد معايا يكون ينفذ الاوامر. كذلك ست شخصيتها ضعيفه محتاجه حد يقودها، فاحنا الاثنين احنا بنكمل بعض، مفيش طرف اعلى من طرف، احنا الاثنين محتاجين لبعض. ده المفهوم اللي المفروض البيوت تبنى عليه، ان مفيش حد اعلى من حد، احنا الاثنين متكافئين. لذلك استاذه روان كانت بتتكلم على التكافؤ. هو التكافؤ الاجتماعي ده نوع، لكن هو مش تكافؤ اجتماعي بس، هو لازم لما بنيجي نختار ونفكر ان احنا نكمل حياه ونبني حياه ونستمر فيها، فبنختار تكافؤ اجتماعي وتكافؤ ثقافي وتكافؤ مادي وتكافؤ اكاديمي. يا دكتور في حاجه، التوافق الاجتماعي هيجي معاه توافق ثقافي وفكري، لان احنا دايما بنشوف ان الناس اللي بتكون من نفس المستوى الاجتماعي هم نفس التعليم نفس الفكر نفس الثقافه، وده بنشوفه في حالات كتير جدا. هو احنا بنشوفه في حالات كتير بس مش بالضروره. يعني لو افترضنا ان احنا الاثنين في مستوى اجتماعي نفس المستوى، وحضرتك كملتي وخدتي دكتوراه، وانا واقف عند ليفل معين من التعليم، هل المستوى تعليم عالي؟ ما برضو يا دكتور يعني الثقافه نفسها واحده، احنا بنتكلم عن تعليم عالي وبنتكلم برضو عن دكتوراه. احنا مش بنتكلم على التعليم بس، احنا بنتكلم على مستوى الثقافه. الثقافه دي التعليم ده جزء منها، لكن هل كل متعلم مثقف؟ اكيد لا. يعني في ناس متعلمه. طب ما في ممكن تكون ام مثلا اميه وابنها دكتور، وده بنشوفه كتير جدا. طبعا طبعا ده جميل. فعادي وبيبقى في تعايش ما بينهم، ليه ما نقولش كمان ان التعايش ده هيكون ما بين الزوج والزوجه؟ بس التعايش ما بين الام المستوى اللي وابنها غير التعايش ما بين الزوج والزوجه. طبعا. ليه يا دكتور وليه اميره؟ طب ما احنا بنتكلم ان ده حب. حبيبتي اكتر حد عايزاه يطلع كويس هو ابنك، لكن في حاجه اسمها النديه في العلاقه. طب ليه الزوجة ما تبقاش كمان كده؟ يعني ليه الزوجة كمان ما يبقاش حبها لجوزها زي حب الأم لابنها؟ والله يا روان انت جبتي لي سؤال مهم جدا. ايه يا أميرة قولي لنا ده. دكتور شريف، امتى التعليم يبقى لعنة على الزوجة؟ تمام. هو احنا نتكلم في قصة الشخصية بتاعت الزوج والزوجة. تمام. فشخصية الزوجة بتبقى شخصية طموحة، بتسعى انها تبقى عندها ثقافة ومستوى معين من التعليم، عايزة تحقق حاجة. في حين ان الزوج لو ما عندوش نفس الثقافة دي اكيد هيبقى فيه مشاكل كتيرة قوي، من ضمنها ان هو هيحس انها زوجتي اعلى مني، لا دي بتكلمني، ده بيقولوا لها يا دكتوره وانا بيقولوا لي يا استاذ. ده لو هو مش ناجح. لكن هابي ان هو ناجح مثلا في جزئيه معينه، يعني هو مثلا وقف عند البكالوريوس مثلا وهي كملت دكتوراه، وهو ربنا كرمه فتح مشروع وبقى رجل اعمال، فهو هيقول لها ساعتها معلش مش هيبص لها انها اعلى منه. لا هو هنا الجزئيه هتبقى فيها ايه؟ فيها نوع من التكافؤ. دي جزئيه. الجزئيات تانية المادي، التكافؤ المادي مش المادي بس، يعني النجاح. النجاح هو النجاح، يعني انا مش بالضروره يبقى معايا فلوس عشان خاطر احس ان انا انسان كويس. هي الفلوس ما بتعملش انسان كويس، لكن هي الموضوع نابع داخليا ان انا انسان ناجح، ناجح في المجال اللي انا فيه، محبوب من الناس اللي حواليا. في الحاله دي ليا بوزيشن معين مش اقل من الطرف التاني، الناس بتقدرني زي ما بتقدر الطرف التاني. في الحاله دي بيبقى فيه تكافؤ، لكن غير كده حتى لو مفيش تكافؤ ثقافي، يعني لا ما هو لو مفيش تكافؤ ثقافي صدقيني هيبقى فيه برضه خلل في العلاقه. لأن بس يا دكتور ما احنا لسه بنتكلم، بنقول رجل اعمال ومراته دكتوره وهما الاثنين مثلا ناجحين جدا في شغلهم، فالحياه معاهم خلاص تمام. فين الارضيه المشتركه اللي ما بينهم؟ ما هو حضرتك في مجالك ناجحه وانا في مجالي ناجح، احنا جوه البيت ايه؟ لازم يبقى في حاجه اسمها ارضيه مشتركه ما بيننا، لغه حوار، في كلام، في تفاهم ما بيننا، في تقبل لوجهات النظر. مش انا ببص لحضرتك ان انت طرف اقل مني فبستدفي كلام حضرتك، او العكس انت تعرف ايه، انت تعرفي ايه. ده كلام طبعا مش محمود ومش هيخلي العلاقه تستمر. ما انا ممكن اتقبل الاختلاف واتعايش معاه. والله جميل ده، لو تقبلنا الاختلاف ده، دي ثقافه الاختلاف دي، يعني دي تعمل فيها حلقات. فلو تقبلنا اختلاف بعضينا ده شيء جميل، هيبقى عندنا قدره على اجتياز المشكلات وحلها. لو تقبلت وجهة نظر حضرتك بعين الاعتبار
وفكرت فيها، ده هيبقى ادعى ان احنا نتجاوز اي مشكله تقابلنا. لكن لو بصيت لوجهه نظري ان انا وجهه نظري بس اللي صح، وجهه نظر حضرتك اقل مني لان انت اقل مني تعليميا او اقل مني ثقافيا، اكيد مش هاخدها في الاعتبار، فمفيش مشكله تتحل. يعني يا دكتور الاهتمامات المشتركه من مؤشرات نجاح العلاقه الزوجيه؟ طبيعي، لازم يبقى في ما بيننا ارضيه مشتركه يا جماعه. احنا بنبص، احنا لما نيجي نقيم دلوقتي، الاستاذه روان قالت ان احنا الاثنين ناجحين، تمام، الحياه تستمر، بس نجاحهم بره ده مش بالضروره يكون نتاجه النجاح داخل الاسره. احنا اهتماماتنا مشتركه، يعني احنا الاثنين مهتمين باولادنا، انت حضرتك بتسعي تبذلي قصارى جهدك عشان خاطر تخليني انسان مبسوط وتلبي احتياجاتي وطلباتي، انا بعمل نفس الكلام، في ايثار ما بيننا في العلاقه، حضرتك بتفضليني عن نفسك بحب، فالحب ده بيوصلني، بتعرفي تعبري عن مشاعرك واحاسيسك ولا بتستكبري؟ انا بقدر اللي انت بتعمليه ولا شايف ان انت ما بتعمليش حاجه؟ كل الكلام ده بيكون مردوده يا ايجابي يا سلبي. ان كان في تقدير هيبقى مردود ايجابي، لو ما فيش تقدير هيبقى مردود سلبي، ولو مردود سلبي هيبتدي الحب يقل وينتهي زي ما احنا بنقول. طب يا دكتور عايز اسال حضرتك سؤال بقى. اتفضلي. التقدير اللي حضرتك بتتكلم عليه، الزوجه التقدير اللي بتكون محتاجاه، يعني انا من وجهه نظري مثلا ان الزوجه دايما اكتر حاجه بتكون محتاجاها ان هي ترضي شغفها، ترضي ودانها، ان هي تسمع كلام حلو. وبنلاقي كتير قوي كمان ان الزوج مش بيقول كلام حلو لان هو خلاص بقى الكلام ده قاله في فتره الخطوبه وهو عنده الفيلينجز والكلام ده كله، حتى في السايكولوجي بيقول مش قوي زي الستات. والضمان كمان، والضمان زي ما اميره بتقول وهي ضمنته، وده فكره الضمان ان انا ابقى ضامن الشخص اللي معايا. انا شايفه يا دكتور برضو حضرتك محتاجين رايك، الضمان بيبقى من اول درجات الروتين، اول درجات ان انا عزوف عن العلاقه الزوجيه، احس ان انا خلاص انا ضامنه، فانا يعني مش هبذل مجهود بقى واقعد افكر ازاي اسعده زي الخطوبه كده، ولا ايه راي حضرتك؟ تمام. بصي، هو انتوا بتتكلموا في جزئيه يعني ما فيش تعارض ما بينها، احنا بنتكلم في الاسباب اللي بتؤدي للموت الحب بعد الزواج. من ضمن الاسباب دي زي ما حضرتك قلتي الضمان، ان انا هو موجود معايا، راجل موجود معايا وهي دي قاعده في البيت بالظبط، فخلاص انا بقى اشوف حياتي، يعني هي كده كده مضمونه. احساس طرف ان الطرف ده هيضيع منه بيصحي نوع من انواع الشغف اللي حضرتك قلتي عليه، لان الشغف بينتهي بعد فتره. هم قالوا مثلا ممكن في خلال 4-5-6 شهور الشغف بتاع الحب البدايه اللي هو دقات القلب السريعه وتدفق الدم في الودان وتلاقي وشك متوهج كده ومحمر لما تكلميه او تخجل بقى اللي في الخطوبه اللي هو في الاول ده بيقول ان هو بينطفئ بعد فتره. جمال البدايات، صح فعلا، دايما البدايات حلوه، عشان كده احنا بنقول يا ريت نحافظ على البدايات او نخليها متجدده وتستمر. ازاي الشغف بتاع الحب ده احنا ممكن يعني نعمل حاجات تصحيه. اولا احنا ممكن ما نستناش ان هو ينتهي، يعني احنا لو متجددين مع بعض، لو في تجديد في العلاقه، تجديد في الحياه، تجديد في اسلوب الكلام، في الطريقه، الخروج عن المألوف وعن الروتين، ده كله بيبقى ادعى ان الشغف والحياه الزوجيه تبقى فيها نوع من انواع التجديد. زي ما قلنا كنا الاول لما فتره الخطوبه كل واحد بيلبس يطقم وهو خارج ويلبس افضل حاجه عنده وتحط الميك اب بتاعها وهو يسرح شعره، قاعدين في البيت ليه ما نحافظش على كده؟ يعني ده حتى يعني مطلوب. ليه الراجل يبقى قاعد كده سوري وكرش قدامه والست قاعده منكوشه؟ يعني كمان النقطه دي مهمه جدا، ان هو قطر رايح جاي، هي تهتم وهو كمان يهتم. ده طبيعي يا دكتور. يعني الراجل اللي بيطلب الاهتمام من زوجته وهو ما بيهتمش بنفسه، فهو معلش انت كده بتطلب ايه؟ طب اعمل اللي عليك وبعدين اطلب اللي ليك، ما هو زي ما ليك زي ما عليك. بس في حاجه انا بلاحظها في البيوت المصريه، بلاحظ ان انا والله مش متحامله على الستات، انا ست يعني انا بلاحظ ان الست بعد الجواز وبعد ما بتخلف بيبقى اهتمامها الاكبر بولادها، وتغفل تماما عن ان في ابن بكري ليها محتاج رعايه مع ولادها. ده جميل. فتجاهلها لفكره ابنها البكري واهتمامها بولادها بس، انه مذاكرتهم خلاص بقى، هي اتحولت لي بقت في الخلاط زي ما بيقولوا، الصبح تروح الشغل ترجع تاخد الولاد مش عارفه ايه تعمل الاكل، الفكره دي نفسها بيخليها تهمل جوزها، وبتبقى النتيجه ان جوزها بيبقى ليه احتياجات ورغبات، فاحتياجاته ورغباته ديت
بتخليه يا اما يستسلم لامر الواقع وخلاص وهي دي حياتي وولادي ومش عارفه ايه، يا اما بيشوف طريق تاني يرضي بيه رغباته واحتياجاته. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ بصي، هو الكلام اللي حضرتك بتقوليه مظبوط 100%. احنا لازم نعمل توازن ما بين الواجبات اللي علينا بحيث ان احنا ما يطغاش واجب على الواجبات الاخرى. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده بالنسبه للزوج وبالنسبه للزوجه طبعا، بالنسبه للطرفين يعني هما الاثنين بيعملوا نفس الكلام. هو كمان بيدور على شغله ويهتم بشغله ويهملها تماما، فاحنا نعمل البالانس ده ازاي؟ البالانس ده يتحقق ازاي بقى؟ يتحقق ان نحط كل طرف ان هو اولى اهتمامات الطرف الاخر. تمام. يعني زي ما حضرتك قلتي تعبير جميل قوي، قلتي تهمل الزوج اللي هو الابن البكر. طبعا. جميل. فدي جزئيه. الجزئيه اللي انا ما جاوبتش عليها الاستاذه روان سالتها، اللي هي لما نعبر عن مشاعرنا ازاي؟ يعني الست محتاجه انها ترضي انوثتها، انها تسمع وتسمع بودانها كلمه بحبك وبتاع. مشكله خصوصا ان احنا بنحب بودانا يا دكتور. والله فعلا. صح يا امينه، صح. ما هو ده طبيعي. بتحب بودانها، ده طبيعي. وللاسف الراجل يعني شغفه بينتهي وخلاص، ما فيش ولا بقى ودان ولا في اي حاجه، خلاص كل حاجه انتهت. لا، الراجل ما شغفه ما بينتهيش على فكره، ولا حبه. الراجل زيه زي الست يا جماعه. صح. وده بس هي الست بني ادم والراجل بني ادم تاني. سيكولوجيا بقى التعبير، يعني الست بتحب بمشاعرها او بتحكم على الامور بعواطفها ومشاعرها، الرجل عقلاني. فالراجل اتجوز وراه التزامات وعليه واجبات لازم يقوم بيها. لو هو اغفل الواجبات اللي عليه والالتزامات اللي عليه دي، هيتهم بالتقصير، وهيبقى في نظر زوجته اولا. تمام. وفي نظر الاخرين ان هو مش قد المسؤوليه، ولما انت مش قد المسؤوليه كنت بتتجوز ليه؟ وانا كنت عايشه في بيت اهلي كويسه، فانت جايب بنات الناس تمرمطوا. كلام كتير يتقال مش مستحب، ما بيبقاش محبذ عند الراجل اللي عنده نخوه وعنده طموح. فبيسعى الراجل ان هو يركز في شغله. الست بتشوف ان الراجل تركيزه في شغله اهمال ليها، لان هو ما بيعبرش، مع ان تركيزه في شغله اللي بينعكس عليها ايجابيا. يعني هو بيجيب الفلوس دي او بيبقى عشان يوفر لها حياه او مستوى معين. هي ما خدتش بالها ان هو بيتعب عشان خاطرها، هو متمرمط عشان خاطرها. هي اهم حاجه بالنسبه لها عايزه التعبير عن المشاعر والعواطف بالودان. ما بقولش ان الراجل ده اللي بيطحن في شغله ده ما بقولش ان هو كويس برضه، لا، هو مقصر. بس تقصيره المفروض يكون مفهوم للطرف الاخر. يعني احنا نبص لبعض، احنا كنا بنتكلم من دقيقتين على التقدير. منين جاي التقدير وانت مش شايفه انا بعمل ايه؟ ما هو انت مش مقدره انا بعمل ايه. وفي الوقت نفسه انت قاعده في البيت وانا طول النهار بره وراجع تعبان. ممكن بقى انا اكون قصرت في جزئيه ان انا اقول لك تسلم ايديكي، لا الاكل كويس، ايه الحلاوه دي، اقول لك كلمتين ولو حتى مجامله، هم مش هيخسروني حاجه، بس كتير مننا بيستثقلهم بحكم ثقافتنا بقى. بس يا دكتور، هو دلوقتي احنا فعلا بنقول كده، بس فعلا الستات هي مش بتبص على الحب من حيث ان هو افعال، بل ان هي بتبص عليه ان هي عايز تسمع كلام حلو. لازم كلام حلو انا اسمعه كل يوم اول ما اصحى قبل ما انام، زي المسلسلات التركي اللي هي واقفه في المطبخ بتتفرج عليها. ما هو يا جماعه ثقافتنا احنا مختلفه عن الكلام ده يا جماعه. احنا ما تربيناش التربيه اللي هي تاهلنا ان احنا نبقى كده. يعني احنا عندنا عطب وخلل في المجتمع. طب دكتور، بس احنا عايزين نصيحه اخيره، عشان خلاص وقت حلقتنا خلاص يعني المفروض هيخلص دلوقتي، فعايزين نصيحه اخيره من حضرتك. والله انا نصيحتي لكل الناس ان لما تيجي تختاري الاول، اختار حد يتكافئ معاك، يبقى متكافئ معاك عشان الحياه تستمر. ما تحطش الزواج كهدف، لا، احطه كبدايه للسعاده، انه خطوه اولى ان انت حياتك تستقر وتبقى افضل بعد كده. وما تغفلش الموده والرحمه اللي ربنا قال عليهم في القران. والله يا دكتور، يعني احنا مبسوطين جدا بحضرتك. دكتور شريف الراعي، اخصائي نفسي وخبير العلاقات النفسيه والاسريه. احنا كنا مستمتعين جدا بحضرتك، وبجد فكره البرنامج ان هي الحب بيموت بعد الجواز دوت كانت فكره قويه جدا، واحنا استفدنا من حضرتك جدا وشرفتنا ونورتنا، ونتمنى ان شاء الله تتكرر تاني. ميرسي جدا لكم. ميرسي يا دكتور. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج لكل الناس.